خوتي المشاهدين، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماروك فلوكس. اليوم غنشاهدو ثالث فيديو صورته في الرباط، واللي كيتعلق بمحطة قطار رباط المدينة اللي كتعرف تأخير كبير في أشغال التوسيع والتجديد من 2016. القيمة الإجمالية ديال هذا المشروع حوالي 45 مليار سنتيم. الطاقة الاستيعابية غتنتقل من 8 مليون مسافر سنويا إلى 20 مليون. المحطة القديمة غادي يردوها متحف، أما الجديدة فغتضم كذلك محلات تجارية ومرافق أخرى. ما تنساوش تدخلوا صفحة القناة إلى بغيتوا مشاريع وفلوقات جديدة، والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد.